السلام عليكم. ترى أخوكم أبو طلال كل ما أركب السيارة عنده مشوار ما عنده مانع يسجل لكم ويقول لكم قصة. أبشر حاضر من عيوني، حتى لو في اليوم أنزل لكم 15-20 قصة ما عندي أي مانع، وقصص كثيرة والسوالف كثيرة. المهم اسمع السالفة الطيبة هذه. هذا رجال في آخر الستينات تقدم المرأة، والمرأة هذه عندها عيال عم. في البداية عيال عمها رفضوا، وتعرفون سوالف عيال عم، والله بنت عمي حتى لو انه ما كان في باله انه يتزوجها لكن وده يفرض رايه. المهم الرجال مع الجاهيات وكذا حاول 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 لين وافقوا وعطوه وتزوجها، وعاشوا وياها احلى حياه، وجاب منها عيال. يا رب لك الحمد، والله سهل اموره. الشايب هذا طبعا الله رزقه بشباب، وعياله عندهم عيال، وعيال عياله عندهم عيال. احسبوا معاي انتم، راح تلقون ان عيال عياله يكون عمرهم 10 سنوات. فاهمين شلون؟ يعني جيل صار له 50 سنة تقريبا او اكثر شوي بعد. المهم الشايب هذا صار هو كبير عائلته، هو صح من يعني قبيلة وعائلة معروفة وكذا، لكن هو بحد ذاته أصبح عائلة كبيرة، هو وعياله وعيال عياله وعيال عيال عياله، ما شاء الله عائلة صارت يعني الكل يسمع فيهم، وما شاء الله الله ساتر عليهم، وناس جاويد وطيبين. ويوم من الأيام وتحصل عندهم الكارثة اللي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. اقلبت موازين هالعائلة هالمسكينة فوق تحت. شو القصة يا ابو طلال؟ انا اقول لكم شو القصة. يوم الايام وكان فيها عيد الاضحى، انا على طاري السالفة جبت لكم، محتفلين كالعادة، الشايب عنده بيت كبير ما شاء الله، ويتجمعون عنده كل عياله واحفادهم، وتجمع عندها البنات وكذا. المهم وشايب ربك معطيه خير، وكلمته مسموعة، يعني ما في أحد من أحفاده يبي شيء يتزوج عنده مشكلة إلا هالشايب هذا يقول كلمته في البداية. وما شاء الله مجمعهم بهالعيد هذا، الكل متجمع عنده. ويوم الأيام بتزورهم عجوز جتهم من السعودية، صير لهم من بعيد بس من نفس العائلة. هذا عجوز عمرها تقريبا 93-92، كبيرة عجوز. والشايب الحين هذا عمره 70-71، هو وزوجته هذه العجوز اللي خذاها قلت لكم، يعني بعد ضغط على عيال عمها. جتها العجوز هذه تسلم منه، تسلم على العجيز اللي هي مرته، شلونك شخبارك وطيب ان شاء الله وكذا وكذا. من زمان ما زارتهم سنين، وتسولف معاها تقول لها انت ما اخذ، تعرفون عجوز وقامت شوي تضيع بالذاكره، فتقول لها انت من زوجة منو؟ منو زوجك انت؟ تعرفهم كلهم من نفس العائله لكن تقول لها انت زوجك منو؟ قالت له أنا زوجي فلان بن فلان بن فلان. وتنصدم العجوز، ايش فيك عسى ما شري حجية؟ ايش فيك قلب وجهك؟ ايش فيك شيء؟ تضايقتي يوم عرفتي اسمه فلان فلاني؟ عسى ما شر في شيء تعرفينه؟ كانت تقول أبي أشوف الحجي. قالت له ها تشوفي منه؟ قالت ابي اشوفه الحج زوجك هذا، جيبي لي ابي اشوفه. قالت ان شاء الله حاضر، ومر عجيز كبير يعني ما ودها تردها هذه بعد. المهم قامت ونادت على العيال، قالت نادوا الحج الشايب نادوه تبي شوفه اللي زايرتنا العجيز هذه. المهم وراحوا نادوه قالوا له يا حجي ترى في عجوز زايرتنا عمرها تقريبا بالتسعينات مرة كبيرة، ومن الجماعة من بعيد، وحالفة إلا تشوفك. قال تشوفني أنا؟ قال لي نعم إلا تشوفك أنت. قال ما في مشكلة حين جاي إن شاء الله.
ويا ليت ما جاء. يوم جاء وتقول له انت فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال لي نعم. كان تقول له انت امك منو؟ فلانه ولا فلانه؟ تعدد له الحريم العجز الاول. كان يقول لا انا امي فلانه بنت فلان بنت فلان. كان تقول العجوز لا حول ولا قوه الا بالله. قال عسى ما شر، شفيك في شيء يا حجيه؟ كان تقول تعال ابيك موضوع انت ولا امرتك العجوز هاي الثانيه. قال خير ان شاء الله حجيه. قالت لا ابي بس نكون بروحنا. فعلا خذوها على غرفه شي بروحهم. يا ود حاستهم حوس العجوز، يا خضت قلوبهم. عسى ما شر، ايش تبي؟ شو اللي شافته يا هذه العجوز؟ كانت تقول انت يا العجوز السولف لهم هذا التسعينيه اللي عمرها بالتسعينات، تقول حق زوجة الرجال هذا، تقول له انت مو فلانه بنت فلانه بنت فلانه جدتك فلانه، وتعدد له حريمهم وكذا. قالت اي نعم. قالت لها امك لي وانا رضعتك. قالت لها جزاك الله خير. قالت اي نعم، لكن المصيبة أن أنت بعد أمك جابتك عندي وأنا رضعتك، وأنت وهي أخوان في الرضاعة. وينصدم الشايب، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 50 55 سنة شو تحكين يا الحجية؟ يا بنت الحلال أخاف أنت مضيعة، أخاف أنت كذا. شو تقول لا وانشد. قال انشد منه؟ العجيز كلهم ماتوا منه اللي؟ قالت لا انا اقول لك انت، انا يوم كنت ارضعك انت فيك علامة كان فيه الولد هذا، كان نفس تعرفون الجذري، مو الجذري هذا شو يسمونه، العقنقز، والله ما ادري شو يسمونه انتم، لكن الحب هذا اللي معدي هذا لا راح يصير فيه اثر. قالت ايامها انت كان فيك شو اسمه وراح، والاثر انت للحين موجود في جسمك لانه جاك قوي، صح؟ شا يقول لي صحيح وانا صغير كذا. قالت لو انت مو امك فلانه وفلان فلان، امك عايشه؟ قالت لا مو عايشه. عمتك عايشه؟ قالت عندي عم عايشه. قالت اساليها. وهذه فعلا عمتها صار لها سنين مقطوعه عنها، ما ادري وين بيديرها، ويدقون عليها والله يستر، وان شاء الله ان الحجيه غلطانه. وتكلمها قالت انا في عجوز مرضعتني وانا صغيره، مره مرضعتني. قالت هي نعم امك كانت مريضه ايامها، وهذه في وحده معروفه ان قالها ام فلان، هذه كانت ترضع القبيله كلها. اي واحد استغفر الله العظيم، اي واحد يعني مره مريضه مره متعاجزه مره ضعيفه مره، هذه كانت تؤدي الدور كله يعني. وقبل ترى هذه عندهم عادة عند البدو أول، إن في واحدة يعني مثل تقول نفس الحاضنة الحضانة عندهم كذي. وتأيد العمة كلام العجوز، ويطلع فعلا الشايب أخو العجوز بالرضاعة، وتنقلب الدنيا. هذا اللي طول عمره يا سبحان الله، قبل 55 سنة تذابح مع عيال عمها عشان يأخذها، ها، وفي النهاية تطلع أخته. زي حين المصيبة مهني، المصيبة عياله وعيال عياله والأحفاد وهالناس، هذا شو نقول لها؟ ما لكم بالطويلة، السالفة انعرفت وسألوا شيخ دين، قالوا دام إنه ثابت الرضعة وثابت إن هذول إخوان لازم يتم الفصل. وفعلا الشايب اللي عمره 71 72 طلق العجوز، وحتى العجوز يقولك بغت تموت مسكينة من هالسالفة، وطلقها وانفصلوا العجوز والشايب عن بعض. لكن العيال شرعا حتى ما لهم ذنب، وتسكرت الصفحة هذه. لكن العائلة انهارت من هالسالفة هذه يعني، سالفة والله يا الله لا يبلانا، الله لا يبلانا. المهم هذا بغيت أعطيكم إياها خفيفة كذي بالليل، هالسالفة تمزمزون فيها قبل النوم. لا تنسونا بالاشتراك واللايك، وفمان الله، مع السلامة.